وكرمك حياة طيبة طويلة نقية مباركة وصحة دائمة وعافية تامة وسلامة كاملة ورزقا حلالا واسعا مباركا وشفاء من كل داء وحفظا من كل شر وخزي وبلاء نعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا اللهم اشفنا واشف مرضانا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشفهم شفاء كاملا عادلا لا نقادر سقما ولا ألما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم يا من لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصر المسلمين عليهم اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا وكيدا فاجعل سوءه وكيده في نحره واجعل تدبيره لتدميره يا سميع الدعاء اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر وخذهم أخذك فرعون وقارون ونمرود وأهلكهم كما أهلكت عادا وثمود وأرسل عليهم عذابك كما أرسلت على أصحاب الفيل وأمطر عليهم حجارة من سجيل واجعلهم كعصف مأكول اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها وارحم المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان اللهم ارحمهم وانصرهم وكن لهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلين خيرا من أهليهم وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار رب ارحمهم كما ربونا صغارا رب ارحمهم كما ربونا صغارا
رب ارحمهم كما ربونا صغارا رب ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بر اللهم أجرنا من النار يا مجير أجرنا من النار يا مجير أجرنا من النار يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير كله وعادله وآدله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عادله وآدله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة ونسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إن لك عبادا سوانا كثير وليس لنا إله سواك اللهم إن لك عبادا سوانا كثير وليس لنا إله سواك فإن تطردنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بك رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم يا رب البيت العتيق ويا ذا العرش المجيد ويا فعالا لما يريد ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا رب الإنس والجن والملائكة المقربين ويا رب المستضعفين ويا مجيب دعوة المضطرين إلهنا خالقنا مالكنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا أعطنا ولا تحرمنا أعطنا ولا تحرمنا اللهم لا تردنا خائبين ولا تجعلنا خاسرين أخرجنا من هذا الشهر الكريم مغفورين مرحومين أخرجنا من هذا الشهر الكريم مغفورين مرحومين أخرجنا من هذا الشهر الكريم مغفورين مرحومين واجعلنا عند ختم كتابك من الفائزين واجعلنا عند ختم كتابك من الفائزين اللهم ما أنزلت في هذا الشهر المبارك وفي هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة من خير وبركة ومغفرة ورحمة فاجعل لنا منها نصيبا وحظا ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم أعد علينا في حياتنا شهر رمضان أعواما عديدة
وأزمنة مديدة. اللهم إن كنت رضيت عنا فازدد عنا رضا، وإلا فمن الآن ارضى عنا قبل أن